ما عنديش ولا باك جراوند في موديل في موديلنج ايجنسي، ولا انا موديل، ولا I ever owned a business، ولا اي حاجه. بس في وقتها حسيت ان انا محتاجه، لو ما حدش هيعملها انا هعملها. الصيف اللي فات كنت قاعده بسكول على انستغرام وكده، ولقيت موديل ايجنسي كانت منزله بوست بتشوكيس البلس سايز موديل بتاعتها. البنت يعني سايز مثلا 4 6، وانا حسيت ان هو لا، يعني هي دي مش بلس سايز موديل، ده مس ريبريزنتيشن للبلس سايز وومن اول اراوند ذا وورلد، حتى في مصر وكده. شفت البوست من هنا، قررت في وقتها قلت لا انا عايزه افتح موديل ايجنسي. قلت ان انا عايزه اعمل بلاتفورم كامل اللي البنات اللي هم ممكن يبقى طولهم 150 160، ممكن تبقى رفيعه، ممكن تبقى تخينه، ممكن تبقى وات ايفر، بس البلاتفورم ده موجود ان هي يساعدها ان هي تبرسو هير دريمز ان بيكامينج ا موديل. انا بفوكس على كل، بس انا بقول ان البلس سايز حاجه محتاجه ان احنا نريبريزنت اكتر. وام نوت خالص يعني الصراحه ادفرتايزنج اوبيسيتي ولا انوركسيا ولا اي حاجه، ام ادفرتايزنج a body image، ان حد يجي لما يجي يبص يبقى فيه sense of representation. ال vision بتاعي وال goal بتاعي اكبر، اهم من فلوس، اهم من اي حاجه. انا على اول لما دخلت البيزنس ده قلت انا بالنسبه لي الفلوس اخر حاجه. بالنسبه لي ان انا مسج من بنت تجيلي تقول لي انا اخيرا حسيت ان انا شفت واحدة شبهي، وبيجيلي مسج زي دي كتيرة وبتبسطني. البيزنس اونرز الجداد اللي هم لسه هم بيطلعوا سمول بيزنس اونرز تبع العصر بتاعي اللي هو الجين زي، حاسه ان هم اكتر هم اللي متقبلين اكتر بالفكره بتاعتي. يعني انا معظم البيزنس بتاعي بيتعامل مع سمول براندز لسه طالعه، وهم حاسين هم اللي اكتر متفاهمين وفاهمين ان احنا محتاجين مور ريبريزنتيشن وكل الكلام ده. انفيكتا باللاتين جمله انفينسيبل، وانفينسيبل معناها تو باورفل تو بي ديفيتد. انا استخدمها، عجبني قوي المعنى بتاع تو باورفل تو بي ديفيتد اصلا الديفينيشن دي، عشان حاسه ان احنا كموديل ايجنسي البنات اللي عندي عايزاهم يحسوا كده، عايزاهم يحسوا ان هم they're too powerful to be defeated بالhate comments، بالsociety standards، بالbeauty standards، بالكلام الناس التانية،